مساروة، ضحك علينا المغاربة، نضحك عليهم الكل. الحمد لله الحمد لله. تونس ديما الفوق، تونس ديما الفوق. يا تونس. ونعم بالله يا صاحبي، إن شاء الله الفينال بحول الله إن شاء الله. طلعوا الكريتة اللي فيهم اليوم. العز واحد لعب خليتي اليوم. الحمد لله اللي صرفونا اليوم. مبارك لتونس إن شاء الله من نصر للنصر. وإخوانكم من ليبيا شجعوا في تونس، إن شاء الله ربي يبارك للفريق التونسي. وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله، ان شاء الله بالكاس ان شاء الله. والله الحمد لله الوليد اعطوا اللي عندهم ويعطيهم الصحه. ماشي راهو بالحق، راهو فما حاجات زايده يعملوا فيها الجوارات، راهو ما تجي فهمتي. اما الحمد لله وكذا الحمد لله. خرجت الجرينتا اللي فيها اليوم تونس، فرحة الشعب العربي مش كان تونس برك. كل شيء مبروك على خوتنا تونس، ورانا ورانا دولة واحدة تونس وجزائر، وإن شاء الله لافينال، إن شاء الله لافينال بين تونس وجزائر إن شاء الله يا ربي. فرحونا الأولاد اليوم، فرحونا فرحونا الأولاد اليوم. الحمد لله يا ربي ترشحنا، والحمد لله يا ربي، وان شاء الله نوصل الفينال ان شاء الله. فكوا العقده اليوم تونس، اول انتصار على حساب المنتخب الغاني. وي وي الحمد لله، بعد ستة ماتشات اول مره نربحوا غانا، والحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي. يا تونسي اليوم الاولاد اللهم صل على النبي عليهم، والفينال عنا نحن بحول الله، بحول الله نحن باش نزوم غير شك فيه. لا بلا شك اعز اليوم كيف يدور أداء المنتخب الوطني التونسي، أقلعوا اليوم وضمنوا بطاقة العبور للمربع الذهبي. الحمد لله الحمد لله ترشحنا، ونستناو كل أحمد أحمد يستنانا باش يتفرج فينا، عندنا ليك ثار إن شاء الله. جودي مارشال وبقدرة ربي فينا، بقدرة ربي. شجع المنتخب التونسي وحنا مغاربة. وخا تخسر المغرب سي با كراف، كاين تونيزي كاين الجيري، كنشجعوا كاع العرب. كنتمناو تونس دير كاس. من الاخر كنتمنى تونس دير كاس، انا مغربي كازابلانكا وكنتمنى تونس دير الكاس، وتعايش تونس وتعايش المغرب، يحيى الجزائر. الحمد لله الحمد لله، احنا احنا تونس، احنا تونس والقلب عليهم، وان شاء الله حتى ربي يلبدهم ان شاء الله ما يتمسش، ان شاء الله ان شاء الله ما يتمسش، وان شاء الله نكونوا احنا ماشيين في الفينال بحول الله، احنا والجزائر بحول الله بحول الله. يحيى تونس يحيى تونس. مبروك خويا العزيز، تنشكروا تونس على هذه المجهودات اللي داروا في هذه الليله هذه، فرحونا على الفريق ديالنا اللي ما لحقش هذا الانجاز. هذا الشكر للشعب التونسي كاملا، شكرا لكم جميعا.
الحمد لله فرحونا تونس اليوم ونبقاو ديما تونس ونحبوا تونس واللي يحب يحب واللي يكره يكره. اقنع المنتخب الوطني التونسي اليوم ولا اكيد لعبوا بالجرينتا لعبوا بالقلايب هذاك تونس ما يكونش هكاك ما يكونش تونس. تونس فكت العقده اول مره تفوز على غانا. أموا نعرفوا تونس بالحق اللي ريناها اليوم هي تونس. شعب كامل تشوف فيه شعب كان رايد ما عمل حد شيء يفرح. هاك شوف احنا مستحقين فرحه تونس وهي فرحتنا وان شاء الله ديما تفرحنا. مستحقين الف فرحه وفرحه وان شاء الله ديما فرحتنا كيما فرحه في وقتها؟ في وقتها خاطر باللي صار مع تونس توكين لازمنا فرحه كيما كي باش نغير شوي وان شاء الله ديما نغير وان شاء الله ديما تونس تقدم. مبروك علينا قبل كل شيء. شنو رايك في هذا المنتخب الوطني التونسي؟ اقنع 100%؟ المنتخب التونسي اقنع بنسبه 100% بالنسبه للمقابلات الماضيه. المقابله مع غانا كانت اكثر تكتيكيه واكثر حراره. ومبروك للمنتخب التونسي اللي تمكن من حل عقده غانا لمده سنوات. ونتمنى اداء افضل في الربع النهائي ويلتحق بالقاطره الاماميه للكبار وان شاء الله تونس ديما في الأعلى. ومنتخبين عربيين الجزائر وتونس إن شاء الله إن شاء الله في الفينال ونلعبوا كرة جميلة. رونير قول لك البدو هذاك صيح لي مع الشابتو كور جملة خاطر عمره ما كان كورجي بالرسمي عمره ما كان كورجي فما خير منه برشا خير منه والله عمره ما كان كورجي طردوه البدو هذاك الجملة دخلوا هذاك حسين وغيني ماهوش تونسي. البارح نشجعوا في الجزائر اليوم نشجعوا في تونس. تونس اليوم مستحقه فرحه كبيره في كل الاطياف. تحيا تونس تبقى تونس اليوم تونس مستحقه فرحه كبيره فرحه الشعب هذا الكل تبقى تونس رغم العداء والاعداء. فرهدونا يا الشعب يحيى تونس تحيا تونس تحيا تونس. صلي على النبي على احنا تونس قدموا مباراه باهيه وتعبنا برشا ورغم اللي معك سجل هدف صلي على النبي بالروح بالدم فرحه في وقتها. احنا في وقت توا ماذا بينا في فرحه كيف هذه فرحونا الاولاد يعطيهم الصحه لعبوا الاخر وقت برجولية برافو لي فيف لي تونيزي وفيف الجيري ربحنا يا ربي والحمد لله كله من فضلك انت يا ربي على الاخر راني فرحانه فرحانه باش تصير بالفرحه خاطر تونس باش تتعدى يا ربي ما ننساش توصف الفرحه اللي في داخلك. نهزكم كفريق احنا ولاد الجزيريه ما يقعدش ما احنا ولاد زير احنا ولاد زير واحد يا كوب دافريك يا تبدا يا عند التويسه يا عند الجزيريه احنا باش ناخذوا كوب دافريك وباش نبعدوا الارهاب على تونس. هذه رساله للارهاب احنا تونس ونحموها بدمنا والناس كل يد واحده ضد الارهاب. هذا بشرة خير انه المنتخب الوطني كان في المستوى وفرحنا برشا بعد الازمه اللي تعدت بينا والحمد لله رب العالمين التوانسه الكل. ربي يخليهم هزوا لنا ريوس لقدام لعبت الكل الحمد لله يا ربي ان شاء الله تكملوا كيكه بقدره ربي كوب دافريك تبدا كان عن تونس بقدره ربي. تونسي معاك ربي والنبي تونسي. الحمد لله فرحانين وان شاء الله الكوب عنا بقدره ربي الكوب عنا. تونس يا دولة تحيا تونس نفديك يا وطن بالروح والدم نفديك يا وطن تونسي 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 تونسي
ما احلاها تونس، ما احلاها تونس. اولا هنيئا للمنتخب التونسي، فكنت منه ان شاء الله المنتخب الجزائري ان شاء الله في الفينال، كنت منه ان شاء الله يا رب. التونسي الجزائري ان شاء الله. الحمد لله يا ربي، المنتخب التونسي اليوم عدى مباراه كبيره، جت النكسه في الدقيقه 90، الحمد لله يا رب ترشحنا. الماتش الجاي كونتر مدغشقر، مدغشقر ما عندهاش اكسبيريونس في كاس افريقيا، ان شاء الله نربحوها ونوصلوا الدمي فينال ونفرحوا الشعب هذايا. علاش لا، علاش لا نجيبوا الكوب ونحن والالجيري، وان شاء الله الكاس عربية حتى كان ما خذتهاش تونس تاخذها الالجيري، لخاطر احنا خاوه خاوه من قبل مش من كان من توا.